اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام جديد نصل فيه اهم ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والاجنبيه ونبدا مع اهم العناوين. نطالع في موقع الهيئات ميليشيات متنفذه تغتال مدنيا شمالي بعقوبه. ونطالع في المدى 500 مرشح من الحشد يخلعون ملابسهم العسكرية ويخوضون التنافس الانتخابي. نشر في موقع كتابات التحالف الدولي يعلن انتهاء عملياته البرية ضد داعش في العراق. ونتصفح في الجزيرة نت، الكنيست يقر يهودية الدولة وبالأحرى ويطمس الهوية العربية. وفي العربي الجديد العراق ملفات فساد وانتهاكات تغلق مع انتهاء ولاية البرلمان. ونطالع في القدس العربي بوتين لنتنياهو متمسكون بالاتفاق النووي مع إيران. ونتصفح أخيرا وليس آخرا في الحياة ماتيس، لن ننسحب من سوريا قبل التوصل لاتفاق سلام. يتصور العائدون عبر المهرجان الانتخابي أن هذا الشعب قد غادر إلى الأبد مقاومات التمرد على الجور والظلم واستنادا على ما كسبوه من تسلط فوز لأربع دورات انتخابية لعلنا في العراق هذه الأيام أمام خشبة مسرح اللا معقول السياسي وليس الأدبي الذي ظهر في عالم الإبداع كرد على هيمنة القوى البرجوازية ومفاهيمها السائدة وكحالة تمرد من أجل استرداد إنسانية الإنسان. فمشهد الدعايات الانتخابية في العراق الذي سينتهي فيها 11 من مايو يشكل مثالا للتعدي الصارخ على إنسانية الفرد العراقي باستخدام رخيص لأدوات الإعلام والدعاية والتواصل الاجتماعي بحسب الكاتب ماجد السامرائي في العرب اللندنية. يتصور هؤلاء العائدون اليوم عبر مهرجانهم الانتخابي أن هذا الشعب قد غادر وإلى الأبد مقومات الرفض والتمرد على الجور والظلم استنادا على ما كسبوهم من تسلط وفوز لأربع دورات انتخابية، لكن مشاهد الرفض الشعبي بعفويتها أسقطت تلك الرهانات، وتوزعت ردود الفعل المتعددة في جميع أنحاء العراق خصوصا في المحافظات الجنوبية، حيث انطلقت التظاهرات الاحتجاجية ضد المظاهر الرثة لوسائل الدعاية، وانطلقت حناجر المتظاهرين خصوصا في مدينتي البصرة والناصرية بهتافات مثل من ينتخب هؤلاء لا غير عند ولا عهد، حيث يمزق المتظاهرون صور المرشحين ولافتتهم ويطلقون الهتافات المنددة بهم. ورغم أن هذه الأساليب غير حضارية لكنها تعبير عن غضب شعبي ضد الطبقة السياسية، ويحتشد كثير من الشباب في فعاليات شعرية تلقى خلالها القصائد الشعبية ذات التأثير الكبير في عواطف الناس، مثل قصيدة الشاعر الشعبي خليل الحسناوي التي راجت في مواقع التواصل الاجتماعي وعنوانها توبة ومطلعها توبة توبة إسلامي ما ننتخب توبة. كما اكتظت أيضا وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف الفعاليات الشبابية الساخرة. هل سيعبر المواطن المحبط عن صوته الرافض لهؤلاء في صناديق الاقتراع يوم 12 من مايو وأن يقول لا للفاسدين والفاشلين؟ وهل سيتمكن من إزاحة زعامات الإسلام السياسي عن مشهد قيادة العراق بعد أن ثبت عدم صلاحيتها؟ لا يمكن لك وأنت تتابع حملات الدعاية الانتخابية في العراق إلا أن تصاب بالدهشة من حجم الأموال التي تنفق عليها، خصوصا أن هذه الحملات الدعائية للمرشحين لا تخضع لأي قانون للمساءلة عن مصدر تلك الأموال التي تنفق، وبالتالي فإن الباب المفتوح باب مفتوح لصاحب المال ليكون برلمانيا في العراق الجديد. هذا هو وضع العراق، هذا العراق الذي
فصلت ديمقراطيته أمريكا بنفسها يوم أن دخلت أبواب بغداد محررة العراقيين من نظامهم ودولتهم ومؤسساتهم، بل وحتى من عراقية كثيرين منهم بحسب الكاتب إياد الدليمي في العربي الجديد. يرى العادي أن هذه الحملات التي ينفق عليها ملايين الدولارات تجري في بلد يعيش أزمات كبيرة منذ الاحتلال الأمريكي في 2003، ويعاني من نقص كبير في خدماته وبنيته التحتية المتضررة، ناهيك عن مستويات البطالة غير مسبوقة تجاوزت 40% وفقا لوزارة التخطيط العراقية، ما يوازي ارتفاعا في نسبة العراقيين تحت مستوى خط الفقر حتى وصلت النسبة إلى 30. يتساءل العراقيون وهم يشاهدون الحملات الدعائية التي ملأت شوارعهم ويومياتهم وقنواتهم وصحفهم وحتى وصلت إلى مطاعمهم وبيوتهم، لو أن ما ينفق على هذه الحملات الدعائية ينفق على ترميم البنية التحتية، لو أنها أنفقت على تحسين واقع القطاع الصحي المتهالك، لو أنها أنفقت على إعادة شبكة التيار الكهربائي التي ما زالت تترنح، لو أنها أنفقت على شبكة الصرف الصحي، لو أنها صرفت على النازحين الذين ما زالوا يؤنون تحت وطأة مطر الشتاء وحر الصيف، لو أنها وأنها وأنها، ولكن لا، لا يمكن أن تصرف على هذا الواقع المتردي، فهي وجدت ودفعت وخصصت للدعاية الانتخابية، الدعاية التي قد تحمل صاحبها على جناح الدولار إلى قبة البرلمان. يحق للعراقي أن يسأل مرشحي برلمانه المقبل: من أين لكم كل هذه الأموال التي تنفقونها على دعاياتكم وحملاتكم الانتخابية؟ سؤال منطقي، لماذا بعد الانتخابات وبعد أن تجلسون على مقاعد البرلمان تختفي الأموال؟ ولا يسمع العراقي منكم سوى أن الدولة مقبلة على الإفلاس وأن على الشعب أن يتقشف. من مفارقات القائمين على إدارة شؤون دولتنا أنهم يمعنون في الكذب حتى بلغوا في مستوى كذبهم حداً مضحكاً. معنى ذلك أن ملوكنا تجردوا من المسؤولية تماماً ولم يعد بمقدورهم التراجع عن الكذب، فهم ماضون في كذبهم دون حياء ودون خجل كما يرى الكاتب يعقوب يوسف جبر في المدى العراقية. من مفارقات القائمين على إدارة شؤون دولتنا أنهم يمعنون في الكذب حتى بلغوا في مستوى كذبهم حداً مضحكاً. معنى ذلك أن ملوكنا تجردوا من المسؤولية تماماً ولم يعد بمقدورهم التراجع عن الكذب، فهم ماضون في كذبهم دون حياء وخجل. ومن أبرز الأكاذيب الكذبة التي رددها وما يزال يرددها نور المالكي، كذبة الأغلبية السياسية، كأنه لم يتعلم الدرس جيداً ولم يفقه بعد عواقب الكذب السياسي. فالكذب الذي أدمن عليه المالكي أثناء توليه الحكومة لمرتين قد قاد البلد إلى الأسوأ وكلف وما يزال يكلف البلد أبهض الأثمان. والمفارقة الكبرى أن المالكي ما يزال يتمسك بهذا النهج، فهو يعد العدة لمشروع الأغلبية السياسية، ويبدو أن غرض المالكي من هذا المشروع هو الوصول إلى سلطة رئاسة الوزراء مرة أخرى، لأنه لم يشبع بعد من السلطة ولذتها ومكاسبها على حساب شعب أضنته مكابرة معاناته ودفع الأثمان الباهظة شباباً ضحايا ودماءً بريئة وفقراً وعوزاً لا مثيل له. والمشكلة الأكبر أن هنالك عبيداً للمالكي يصفقون له من المنتفعين من حزبه، فهؤلاء لا شأن لهم بالحرية، فحتى لو أمطرت السماء حرية فإنهم سيحملون المظلات لاتقاء المطر. إذن لا مناص من القدر السياسي القادم، فالبعض من السياسيين القادمين القدماء والجدد حتى سيظلون ينفخون في بوق الكذب لخداع الجماهير دون وغزة ضمير. العملية السياسية في العراق ما بعد 2003 كانت كسيحة، والديمقراطية التي وعد بها الأمريكان العراق والعالم بأنها ستكون مثالاً للديمقراطيات في المنطقة كانت أكذوبة أمريكية خدعوا بها الشعب العراقي وخدعوا العالم كله، لأن أهدافهم من غزو العراق وباعتراف الساسة الأمريكان لاحقا كانت إسقاط نظام الحكم فيه وتدمير مؤسسات الدولة وتدمير قدرات العراق بحسب الكاتب سامي الزبيدي في الزمان العراقية. أهدافهم من غزو العراق وباعتراف الساسة الأمريكيين لاحقا
كانت إسقاط نظام الحكم فيه وتدمير مؤسسات الدولة وتدمير قدرات العراق العسكرية والعلمية والاقتصادية والصناعية والزراعية وكل البناه التحتية وإعادته قروناً إلى الوراء ليعيش في تخلف وجهل وظلام. والعملية السياسية التي أقامها الأمريكان بعد الغزو لم يتم بناؤها وفق أسس صحيحة تضمن مشاركة كل أطياف المجتمع العراقي وكل قواه الوطنية وأحزابه ونخبه العلمية والثقافية، بل كانت طائفية بامتياز. أججت الصراع الطائفي بين مكونات الشعب العراقي ودمرت البنية الاجتماعية والوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي، بدلاً من احتواء الآخر واستيعاب كل أطياف ومكونات الشعب في الحكم وفي قيادة البلاد. ومسرحية الانتخابات الأولى التي جرت تحت إشراف الأمريكان وبتوجيهاتهم أوصلت أحزاباً وكتلاً طائفية لتسيطر على مقاليد الأمور في البلاد وعلى كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وحتى على الجيش الذي شكله الأمريكان بعد حل الجيش العراقي وعلى الأجهزة الأمنية التي أصبحت أدوات بيد أحزاب السلطة للاغتيالات والاعتقالات. وكما يضيف الكاتب، ودمروا وطنهم وضيعوا ثرواته ونهبوا أمواله وآثروا التوافقات السياسية والمحاصصة الحزبية والطائفية التي تضمن مصالحهم ومصالح أحزابهم، بدلا من الاستعانة بالخبرات والكفاءات الوطنية وبذوي التخصص والمهنية والعلمية والنزاهة لإدارة الدولة، فعم الخراب والدمار كل شيء في العراق. هل يشكل الحراك الشعبي السلمي ضمن مسيرات العودة الكبرى على حدود قطاع غزة مدخلا للحل وسببا لإنهاء الأزمة الإنسانية التي تعصف بها القطاع في ظل فشل محاولات الاحتواء الإقليمية والدولية؟ هكذا يتساءل الكاتب مؤمن بسيسو في موقع الجزيرة نت. وفي كل يوم يتعزز الطابع السلمي للمسيرات عبر البرامج المتنوعة التي تم إشراك مختلف الشرائح الشعبية فيها من قبيل لقاءات الوجهاء والعشائر والمخاتير وجلسات السمر والترفيه والتثقيف وبعض حفلات الزواج، وكذلك المهرجانات الوطنية ذات العلاقة بالمناسبات والقضايا الوطنية الكبرى كالأسرى والقدس واللاجئين والزيارات المدرسية وغيرها من الفعاليات اليومية التي كرست آليات الرباط الدائم في مخيمات العودة قرب المنطقة الحدودية. لكن الثغرة الأهم تكمن في استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي وغياب التوافق والمصالحة الوطنية التي حرم هذه المسيرات من زخم المؤيدين لحركة فتح والسلطة الفلسطينية اللتين رأتا في مسيرات العودة خياراً أحادياً يستهدف الالتفاف على العقوبات الجماعية الخانقة التي تم فرضها لإجبار حماس على تسليم الحكم في غزة. فلا يخفى أن موقف السلطة وفتح اتسم بالغضب والاستياء في البداية قبل أن يتراجع مؤشر الموقف تكتيكياً لجهة عدم التصادم مع الإرادة الشعبية، دون أن يعني ذلك السماح بمشاركة مؤيدي فتح والسلطة في هذه المسيرات. طبعاً منذ انطلاق موجة الحراك الشعبي الفلسطيني أدركت إسرائيل جيداً أنها فقدت تفوقها التقليدي في ميدان القدرة والحسم العسكري، وأن البعد الشعبي السلمي البحت كفيل بتجريدها من عناصر قوتها العسكرية والمادية التي اعتمدت عليها في إخضاع الفلسطيني. في مسعى لتلافي مثالب الاتفاق النووي المبرم مع إيران، خصوصاً الفصل بين الملف النووي الإيراني وأي قضايا خلافية أخرى، عمد الرئيسان الفرنسي والأمريكي إلى تبني مقاربة تقوم على الربط بين الملف نفسه وبرنامج طهران للصواريخ البالستية وتدخلاتها في شؤون دول الجوار. فخلال القمة التي جمعتهما أخيراً في البيت الأبيض، دعا الرئيس دونالد ترامب إلى بلورة اتفاق نووي جديد مع إيران يستند إلى أسس متينة ويتضمن الملفات الخلافية كافة، بحسب الكاتب بشير عبد الفتاح في الحياة اللندنية. ويمكن إرجاع التحول في الموقف الأمريكي حيال إيران عموماً والاتفاق النووي تحديداً إلى حرص ترامب على الوفاء بتعهده خلال حملته الانتخابية الانسحاب من ذلك الاتفاق ومنع طهران من زعزعة استقرار المنطقة وتجاوبه مع ضغوط عربية وإسرائيلية في هذا الاتجاه. أما التحول في الموقف الفرنسي حيال طهران فربما جاء في سياق تفاهمات اقتصادية وتجارية تمت خلال زيارة ماكرون لواشنطن
التي يحتمل أن يكون ترامب قد وعد خلالها بإلغاء أو تقليص الرسوم التي فرضها على صناعة الصلب والألمنيوم الفرنسية. الكيمياء السياسية بين ترامب وماكرون قد لعبت دوراً مهماً في هذا الصدد، فعلى رغم خلافاتهما بشأن سبل إدارة العلاقات داخل الناتو واتفاقية باريس للمناخ، علاوة على الفجوة الجيلية والمعرفية بينهما، إلا أن كل منهما جاء من خارج الدوائر والمؤسسات السياسية العريقة في بلديهما، وتمكن من الوصول إلى السلطة بعد قلب المعادلات السياسية والإطاحة بالنخب القديمة. كما تؤشر المشاركة الفرنسية في الضربة الثلاثية التي استهدفت مواقع للأسلحة الكيميائية في سوريا أخيراً لانتزاع باريس دور الحليف العسكري لواشنطن داخل أوروبا من بريطانيا. الكاتب يضيف: ثم تحد آخر أمام المقاربة الفرنسية الأمريكية المرتقبة حيال طهران يتمثل في كيفية ترجمتها إلى صيغة أو آلية بديلة للاتفاق النووي القائم، شريطته أن تتسم بالفعالية والقابلية للتطبيق بما يساعد في تحقيق المعادلة الصعبة المتمثلة في بلوغ آمال وتطلعات ترامب وحلفائه في الخليج وتل أبيب بشأن إيران بحسب الكاتب. متابع ممتع مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.